ليش اقول لك ابو لهب ما سوى؟ اكو بالجيش، اكو بالعالم، اكو بالانسانيه، اكو بالضمير. اللي يتصوب بالمعركه ويدزونه ارسال ينقطع نصرات به، اذا كانت بالقانون موجوده فانا اول من الذين يكفرون بهذا القانون، ويكفرون بالذي وضعه، ويكفرون بالذي قبله، ويكفرون بالذي يعمل به. منتسب وزارة الدفاع مصاب في 2013 يقول صديت الهجوم إرهابي وقتلت إرهابيين اثنين، وأصبت إصابة شديدة على ثرب، فقدت إيد اليمنى، فقدت إيد اليمنى وماتت إيد اليسرى، ومكسور العظم المساعد وتشوه العظم، امعاء والقولون تمزق، خروج ما يطلع بدون حق ما أجهزة الضخ. من تاريخ إصابتي إلى شهر السادس 2014 يستقطعون نصف الراتب بحجة الإرسال، النوف وكل هذا الضيم. بعد هاي الشهور انقطع راتبي، هل هي انشرح بعد أن تستمر الحكم حيدر العبادي؟ سألت عن السبب، قالوا مسجنينك فضائي. أنا جريح كل بلاتينات، ولك هاي أبو سفيان ما سوى، أبو لهب ما سوى. دنيا إيدك اليمنى انقطعت، اليسرى ماتت. لا، ايد اليمنى ميتة، ميتة، العصب تقطع وفقدان عضلة والعظم متشوه، تمزق امعاء والقولون، ايد اليسرى كسور بالعظم متشوهة. اي خروج ما يطلع عندي الا احقن بماي. زين زين، هسه كل ذا نفذ واحد يقول للوطن. بس خليني اسألك، كملت الشهر؟ نعم كملت الشهر. ايه؟ الطوق جايز؟ نعم. ايش قد الطوق جايز؟ انطوني ارسال المن انتظر من الوحده مالتك وتكمل من الفرقه، ينطونك اجازه شهر. زين طوك اجازه، ينقطع نص الراتب بحكه الارسال. زين بامر القائد العام للقوات المسلحه ما يستقطع من الجريح. مؤانس، انا ما سامع، انا ما سامع بطل عراقي. نعم. يصد داعش. نعم. تموت ايده وتنقص ايده ويروح لمعاه ويروح القالون وخروجه الا بضخ مي، يسوي رسال حتى يتعالج ويقطعون نص راتبه. ليش اقول لك ابو لهب ما سوى؟ هاي قانون بها بابا، بها قانون؟ ما اعرف والله، ما بها قانون، بس كل من يشتغل على ذوق. احنا كل مؤسسه دوله واحد استاذ مجد. زين انت هسه كانوا يكتبون قدامك بابا، كانوا يكتبون قدامك نص الراتب وتوقع عليه؟ لا لا، ما ابصم على البودره ولا اوقع، ينطيني اياهم باليد. هذا امر فوج، شو اسمه؟ مو امر الفوج، هذا ضابط الرواتب. شو اسمه ضابط الرواتب؟ كان وقتها نقيب. شو اسمه؟ كان اتذكر اسمه نقيب مروان. يعني يقول لك هاك بابا نص الراتب، لا يشوفك البودره ولا يخليك تبصم. ولا نقيب شنو شو اسمه؟ ولا ابصم ولا اوقع. شو اسمه هذا النقيب؟ نقيب مروان. نقيب مروان اتذكرت. نقيب مروان الفوج الاول فرقه 11 لواء 45. لواء 45. زين مش رضيت بالنص الراتب، وراها انقطع راتبي لمده شهرين. اراجع الوحده مالتي، يا شنو السبب يا معودين؟ انا جريح واحتاج علاج وانطلبت للدنيا كلها. اي يقول له والله انت فضائي. نوب. زين مصوب انا بعركه عشائريه، قلت لهم لو مصوب يمكن مكاتب اثنين وعندي كتاب شكر. هاي بعدك توصلني ترمون. بعدك انت بالفوج الاول. بعدنا بالفوج الاول. زين. انا حتى لحد الان لما سجلونا فضاء انا بالفوج الاول. أي. وراها راجعنا وكتابنا وكتابكم وانترس الدين، طلع الراتب، قلت عم انا خليني اقعد واسكت احفظ الراتب هذا اللي طلع. طلع الراتب النص لو الكامل؟ لا بعد ما انقطع سووا فضائي ورجع راتبي. لا قمت استلم راتب كامل. زين بعد ايش عندك؟ ايه بعد انا اقول لك شنو عندي. الى يومنا هذا صار لي 10 سنوات انا ما مستلم حقوق غير اللي راتبي اللي جاي قاضاه. حقوق جريح؟ لا حقوق جريح، لا حقوق منتسب، لا حقوق اي حقوق بالعراق تابعه لوزاره الدفاع للجريح. انا ما مستلم. بس انا بدي اسالك سؤال، بدي اسالك سؤال بابا. نعم أرد أسألك. نعم. سؤال، أنت من عندك كل ذني حلت نفسك لجنة طبية؟ زين أنت هسه تقدر تسحب أقسام؟ تقدر تشيل بندقية؟ أنا حلت نفسي. لا أستاذ نجم، حالون لجان وأخذت نسبة عجز 75% من اللجان الطبية، وحالون على الوحدات مراكز تأهيل الجرحى. أي بس ماكو أي حقوق، ماكو، ما حصلت حقوق. هسه هنا أخويا اسمعني أنت. أنت أديب مو؟
أديب. نعم أديب. أنا قدام سيد معالي رئيس أركان الجيش. أنت استمعت لهذه القصة. هسه قد يكون الرجل إلى حقوق وقد يكون القصة مبالغ بها، لكن بين هذا وبين ذاك أنا أطلب من سيادتك، وأنا أعرفك رجل منصف وتستمع لهذا البرنامج وتستعلها الشكاوي، أكو بالجيش، أكو بالعالم، أكو بالإنسانية، أكو بالضمير اللي يتصوب بالمعركة ويدزون إرسال ينقطع نص راتبه؟ إذا كانت بالقانون موجودة فأنا أول من الذين يكفرون بهذا القانون ويكفرون بالذي وضعه ويكفرون بالذي قبله ويكفرون بالذي يعمل به. أما إذا ما كان هذا القانون وكان هذا بدعة، هل يجوز أن يعامل البطل الجريح بهذا الشكل؟ أولا. ثانيا، بالادعاء الذي قدمه أديب أنه ضابط الراتب الذي جاء اسمه والعنوان الوحدة العسكرية كان يعطيه نصف الراتب بدون أن يبصمه وبدون أن يرى البودرة، هسه قبل تحكي بالفصحاني، مو هذا الضابط ما يصير نجيبه نسأله؟ ولو القصة صار لسنين، أنا أفتح ملفات من 2013، من 2013 هاي الملفات وقبل من 2003 أفتح ملفات، هل يجوز أن نسأل السيد النقيب نقول له ليش ما بصمته، ليش اعطيته نص راتب؟ هاي القصة تستحق الاهتمام يا وزير الدفاع، يا رئيس أركان الجيش، يا المسؤولين في وزارة الدفاع، وأريد رد